جزاك الله خير. بالنسبة للذي يبني مسجد ويأمر بدفن في المسجد هذا قياسا على فعل الرسول هل جائز له؟ لا 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 يدفن، الرسول ما دفن في المسجد، الرسول دفن في الحجرة في بيته، لكن لما وسع الوليد أدخل الحجرة كلها برمتها في المسجد. النبي ما دفن في المسجد صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لذكر دفن في بيته بيت عائشة، ولكن بعض الأمراء في آخر القرن الأول أدخله في المسجد للتوسعة، أدخل الحجرة برمتها وقد غلط في ذلك، لكن وقع ما وقع.